شيكابالا عليه كوبري يوجع، اقفل رجلك بقى زي ما انت عايز، هتعدي هتعدي، ده ممكن يكون رايح في هجمه ويرجع لك مخصوص لو بس شم ريحه كوبري، ونبقى نشوف موضوع الهجمه ده بعدين. لعب سلبي عادي، هو اصلا رايح يمتع الجمهور ويمتع نفسه. طيب عمرك شفت كوبري على الطاير؟ ده اللي عمله شيكابالا في المشهد ده مع احمد حسن دروجبا، ومره كان بيلعب اتحاد جده الشقيق، دخل عليه لاعب عمل عملته، الهجمه اللي بعدها بعتوا له اتنين غلطوا وفتحوا رجلهم، لبس الاتنين كوبري وسابهم يتخانقوا وكمل هجمته. قابل امريكا في كاس العالم للشباب، خد حق العالم التالت كله من اللاعب ده. الواد اتغاظ وراح لشيكابالا تاني، قال له طب تعالى، وكل كوم واللعيبه الافارقه كوم تاني، هم اصلا بيدخلوا مندفعين وشيكا ما بيسميش. طب تيجي اقول لك على احلى كوبري خده شيكابالا؟ ابن نكته يقطعك واما يزعل يوجعك، واما تستجدع معاه لما تستجدع معاه دليل السما يطلق، دليل السما يطلق.